اليوم غادي نقدم لكم ملفوف ديال السردين بالبطاطا وبصلة. كنحتاجو بصلة محكوكة، قزبر معدنوس، كمون، ملح، إبزار، خرقوم بلدي، ثوم محكوك، وسردين منقي بالعظم، وبطبيعة الحال مول اللي غادي ندخلو الفران. كنحتاجو كذلك، عفوا، بالنسبة للبصلة كنحكوها كنزولو ليها الماء ديالها. كنحتاجو كاس ديال الزيت او لا نص كاس على حسب الكمية ديال السردين اللي عندكم. كنحتاجو مطيشة دواور ومطيشة محكوكة ومطيشة سويس. كنحتاجو كذلك بطاطا كنسلقوها وكنخلطوها مع نصف المكونات اللي عندنا، البصلة والعطرية. كنعملو السردين بهذه الطريقة هذه وكنلفو وكنحطو وحدة 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 كما كيبان هنا. الصور كتوضح طريقة باش غادي نلفو اولا نعملو ملفوف ديال السردين. بعد ما كنكملوا الكمية ديال السردين اللي عندنا، كنعملوا كنعملوا مطيشة دوابر، كنعملوا مطيشة سويد، كنعملوا الحامض، كنعملوا زيت الزيتون، وكنعملوا مطيشة اللي حكينا، والباقي ديال العطرية كنكبوه من الفوق. كنزيدوا قزبر معدنوس، حالة ما احتاجين الماء كنزيدوه، مع العلم ان السردين كيطلق الماء. كندخلوه للفران تقريبا 30 دقيقه. كنقدموه بالصحه والراحه.